الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي علمتني كيف أحمد، أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. صلاة وسلاما يليقان بمقام إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد. وبعد، أيها الأحبة في الله، عشنا واستمعنا واستمتعنا مع قارئنا الكريم، وهو أجل من أن يعرف. أسأل الله أن يرزقه الإخلاص كما رزقه الصواب، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. استمعنا إلى فضيلته وهو يشدو على مسامعنا بآيات بينات من آية الذكر الحكيم، بما يسر الله به من آيات سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل ذات 111 آية من القرآن المكي. والقرآن المكي ذات شجون، له طابع خاص ونغم الرنان ووقفات أخاذة. وأنا أستمع إلى فضيلة الشيخ، رأيت نفسي تتجاذب للحديث عن قول الله سبحانه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ثم رأيتني أتجاذب للحديث عن قول الله سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته، وهي أرجى آية في كتاب الله عند أبي بكر الصديق. قال الصديق: قرأت القرآن كله فوجدت أرجى آية: قل كل يعمل على شاكلته، فشاكلة العبد هي الدم، وشاكلة الرب هي المغفرة. فقال له عمر: أنا قرأت القرآن كله فوجدت أرجى آية: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فقال له عثمان: أنا قرأت القرآن كله فوجدت أرجى آية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقال علي: أنا قرأت القرآن كله فوجدت أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ورأيتني أتجاذب للحديث عن قول الله سبحانه: ويسألونك عن الروح
كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومعلوم كل سؤال يوجه للنبي. تصلوش على النبي ليه؟ أيوة افتح بقك كده عشان أشوفك. صلى رسول الله. كل سؤال يوجه للنبي، النبي لا يفتي من عنديات نفسه وهو المعصوم. كل الأسئلة في طول القرآن وعرضه: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ويسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير. ويسألونك ويسألونك ويسألونك. كل الأسئلة تأتي الإجابة عليها بكل إلا السؤال عن رب العزة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما فيش قل. الله لا يرضى بالواسطة بينه وبين عبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم هو بعيد فنناديه؟ ربنا قريب نناجيه ولا بعيد نناديه؟ وهو يدعو بصوت عال، فقال له النبي: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يراك مطلع عليك حتى في خلواتك. ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي. السؤال عن الروح بالذات كان سؤال ضمن ثلاثة أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم من عقبة بن أبي معيط عليه من الله لعائنه المتتالية، حين أجهر النبي جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فإذا بمشركي مكة مع أحبار اليهود في المدينة تكاتفوا على سيدنا رسول الله، فأرسلوا رسولا من عندهم أي من قريش إلى المدينة لكي يستفتي أحبار اليهود في شأن النبي محمد. فقال لهم أحبار فقال له أحبار اليهود: يا عقبة، سله عن ثلاثة أشياء لا يجيب عليها إلا نبي. سله عن رجل جاب الأرض مشرقا ومغربا، ثم سله عن أناس في الدهر الأول، ثم سله عن الروح، فإن أجاب عليها فهو نبي وإلا فهو ليس بنبي. عقبة الذي ذكر الإسلام ذات يوم بخير أمام صديقه النضر بن الحارث لأنه كان يراود نفسه أن يسلم بين يدي النبي، كان يراود نفسه، فقال له عقبة الشقي التعيس: أتذكر محمدا بخير أمامي؟ والله لا أحدثك ولا أكلمك حتى تجمع البصاق في فمك وتقصفه في وجه محمد. فإذا بالشقي التعيس استجاب لأمر صاحبه وجاء أمام النبي وجمع البصاق في فمه وقذفه يقصد الوجه الشريف، فرد الله بصاق عقبة نارا أحرقت وجهه بقدرة الله وعفى الله نبيه محمد. نارا أحرقت وجهه بقدرة الله. ويوم يعض الظالم على يديه دعا
ده اللي هو مين؟ عقبة بن ابي معيط. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا. اللي هو مين؟ النضر بن الحارث. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين. انت الله اتلخبط. صلى على رسول الله، صلى على رسول الله. صليتم على رسول الله. فاذا بعقبه بن ابي معيط لما عاد من احبار اليهود، من عند احبار اليهود، وقف امام النبي وقال له يا محمد اني سائلك ومشدد عليك في السؤال، هذه الاسئله لا يجيب عليها الا نبي. فقال له النبي سلني. قال يا محمد اخبرنا عن رجل جاب الارض مشرقا ومغربا، ثم اخبرنا عن اناس في الدهر الاول، ثم اخبرنا عن الروح. فقال له النبي ساخبركم غدا ولم يقل ان شاء الله. دقق وتعلم من النبي. من ما بقولكش حدوته، ده قصص القرآن فيه العبرة والعظة. ولم يقل النبي ان شاء الله، فانقطع الوحي عن النبي 15 يوما لحكمة يعلمها الله. كل يوم يمرون على النبي يا محمد احضرت الإجابة على الأسئلة، والنبي لا يريد أن يجيب أو يفتي من عنديات نفسه. يقول لهم غدا، ويتقلب وجه النبي في السماء انتظارا للفرج. فإذا بالوحي ينقطع عن النبي 15 يوما، ينقطع مدد السماء إلى الأرض، وبعدها ينزل الفرج من السماء ويسألونك عن رجل جاب الأرض مشرقا ومغربا، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض، إلى آخر الآيات. ويسألونك عن أناس في الدهر الأول، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ينزل عتاب الله لنبيه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. تربية، تربية الله للأمة كله في شخص النبي محمد. الله يربي الأمة ويعلمها أن الاعتماد، كل الاعتماد على الله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على الناس اختل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا مل ولا زل ولا اختل. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل توكلك كله على الله. ولذلك الله حين أمر العبد أن يتوكل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو الحي الباقي، أمرك كله بيدي، لا غنى له، لا غنى لنا عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم، كلكم كده، وما أوتيتم للجمع، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والروح ده سر من أسرار الله سبحان الله. الإمام الشافعي يسأل يا إمام هل الروح هي التي تحمل الجسد أم الجسد هو الذي يحمل الروح؟ لأن الإنسان مكون من روح ومن جسد. يا إمام هل الروح هي التي تحمل الجسد أم الجسد هو الذي يحمل الروح؟
ايه رايك في السؤال ده حاج محمد؟ الروح اللي بتحمل الجسد ولا الجسد اللي بيحمل الروح؟ الايه؟ الايه؟ يا مفتي صلى على رسول الله، يا إمام، هل الروح هي التي تحمل الجسد أم الجسد هو الذي يحمل الروح؟ فأجاب الشافعي إجابة ألمعية، قال بل الروح هي التي تحمل الجسد، بدليل أن الروح لو سلبت لخر الجسد جثة هامدة. يبقى مين اللي شايل مين؟ الروح هي التي تحمل الجسد. الروح سر من أسرار الله في هذا الكون. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم للجمع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه، وأكتفي بهذا القدر وفيه كفاية. أطير برقية عداء من هذا المكان لها ثلاثة اشتقاقات، الشق الأول منها إلى روح الفقيد. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ليلته هذه أسعد ليالي. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسان، كان مسيئا تجاوز عن سيئاته، أبدله اللهم أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وجيرانا خيرا من جيرانه. أفسح له في قبره مد البصر، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اغسله اللهم بالماء والثلج والبرد. والشق الثاني منها إلى أسرة الفقيد، أقول لهم فيها عظم الله أجركم. الشق الثالث منها إلى حضراتكم، أقول لكم فيها شكر الله سعيكم، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.